بس بقى يا اخويا، ولقيتني طالعه من الكباريه جري وما حسيتش بروحي غير وانا في الشارع ببدله الرقص، لولا واحده من البنات ربنا يسترها لبستني العبايه. معلش تتعود الليله. انت فاكرني زعلانه يعني؟ زي ما يكون ربنا عمل اللي في بالي. استغفر الله العظيم يا ربي. سبب للواد صلاح خطفته ورمى الولايه في الطل وحطني في سكتها عشان ما اركبش الصلاه واتبهدل. حكايه صلاح دي اللي حكايه. الواد ده باينه عليه فقري كده. ده كان بينه وبين العيال اللي انا بعتهم له ساعه زمن، لولا فوده بدر عياله شويه وخلصوا. بس هتروح فين يا فوده؟ دكلوقه. بعت له ايه وعيال ايه؟ انت كنت عارف باللي هيحصل له؟ وانا اعرف منين يا ولية؟ ما فك نفسك انت من المواضيع دي، وزي ما انت قلت دلوقتي ربك بيسببها من عنده. ولو اني مش قاريه في نفخك الليله دي، بس خدها مني. لو ناوي تعمل حكم دار بسيفين وتجيب حق الولا صلاح، حل روحك بدري بدري، ما انتش قد فوده وعمايله. مين ده اللي مش قده يا ولية؟ انت الحجرسه هيقعد ماخك ولا ايه؟ ومالك اتحماتي كده ليه؟ ايوه ما انتش قده، انا اللي عارفاه، ده راجل سوي وما يهداش ولا يرتاح له بال غير لما يحن ايديه بالدم. وانت شايفاني ايه؟ يا لهوي يا بلبل، والنبي ما تزعل مني، والنبي ما تزعل. خلاص بقى يا راجل، ده انت الحنيه كلها، مع انك واطي وقرصتك سم، بس برضك غلبان وما يتخافش منك. اقول له ما يتخافش منه، ما يجيش اصعب منه.